بقول لي بقى حضرتك الفن في العشرين سنة اللي فاتوا دول شربنا ايه؟ لا في العشرة، انا بتكلم على الدراما التلفزيونية. طيب في العشرة، في عشان خاطر يعني حاضر في العشرة 2000 في الخمستاشر، في الخمستاشر 15 15 سنة بالظبط، عشان انا مؤرخ للمسألة. تمام. حتى باعمالي يعني. تمام. فانت انا عاوز احيلك، معلش اسمح لي يعني. اتفضل. لما قال الشاعر الكبير والكاتب العظيم فاروق جويدة في الاهرام تقريبا مع قبل اخر رمضان كده بثلاث ايام، كان له مقال بقى في صفحته اللي هو مش حر الصفحه دي، وقال بقى، عارف قال ايه بقى؟ ايه؟ معلش يعني عشان ندخل الدراما صح. دراما سيئه وفن هابط ومال سايب، ووصل بالمال السايب ان اكيد اسرائيل ورا الفلوس اللي بتتعمل دي عشان تشوه وتسطح العقليه المصريه وتقضي على هذه الروح المصريه اللي في الشارع وفي الناس، بيقضوا على الناس، والعرب اكيد موظفين هذا المال عشان يدمرونا. رحت بعت له، انا زي ما انت شايفني على طول بتحمق كده وبسخن، رحت بعت له قلت له ارجوك انا شاكر جدا على مقالك المؤلم الحقيقي، بس على فكره العنوان ناقص جزء، انت عامل ثلاث اجزاء يعني دراما سيئه وفن هابط ومال سايب، من فضلك كان لابد ان يكون هناك وحكومه غائبه. ده بيقص المساله، ده اول المساله واخرها، زي ما انت غايب في التعليم، زي ما انت غايب في الصحه، زي ما انت غايب في الدراما. المشكله يبقى بيه ان الدراما دي مربحه جدا، انا سمعت حضرتك تقريبا من ثلاث ايام او الاربع، مربحه جدا يا بيه، بيعيرونا الناس يقول لك ايه؟ انت عارف المفاجاه يا استاذ محمد؟ فضل. مش المفاجاه، الصدمه. قطاع الانتاج في اتحاد الاذاعه والتلفزيون يا بيه، انا اللي اقول لا ينتج، انا اللي اقول شركه صوت القاهره العمل مبعوث لاول امبارح،